السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل ابخير وبصحه جيده. الزفله ومرحبا بيس ونرشني ومرحبا بشويه انا الجديد مرحبا سويدي لا ندير حتى زوره ودي نعطيكم الصحه سيت ولي تاع سيت ولي تبون غير ميرت نون فوالا لا فيديو بس ان شاء الله تولي ان سوجد دسمت ديس الجروب ني بون دارو خمنا ان شاء الله تسند لينا وحدس ابا تاع دارو تسند كي تسند من دفصوصين يلا والله وي وي نو كذا حظوا السعاديه انت صار ما داز ما شي سي ما حسيت حكم وزن كمس من احنا متعاين ليسونسي كيما قلت لكم خياتي المورال تاعي راه طالع اليوم على خاطر راح يجيو زوج خواتاتي واحد اخرى يعني طولوا هاد اللي طولوا شغل ما جاوش حتى كملوا كامل ولادهم الاختبارات باش يجاو باش يجيو المهم رانا نوجدوا لهاد الدفعه الثانيه رانا نوجدوا للدفعه الثانيه اليوم راح نبريباريو معكم هاد الوصفه التقليديه القبائليه محكوكه بالنعناع تكون رائعه انا اللي راح نحضرها ماشي ما واللي ماشي لا لا سيرا مي راح تمدلي هكذا صوالح كامل راح نعملها فوالا كيما راكم تشوفوا انا جبنا ثلاث ربطات تاع النعناع اللي عندها نعناع في البيت تقدر تستخدمه احنا ما عندناش نعناع هي يعني ديك الساعه النعناع يجي عندي كاين هنا لا تحوش السوميات والله لا تحوش السوميات تبغى ساكني نجرب فيك شفار ليسونسيال تاع لاكيني اقرا في سيس ديو كل كاس وليم انا سوكو كي كي موي صغار غادي سوكو كي كي يعيش بجع شعار وشي بجع شنو ومن بعد هذه لغه يا غرون انا كي مش لاروس تاعي الواحد فاصون قيمه مدير هنا خاطر مازال تواجم لا فيديو يجي في مقر تولي مو كذا انت تيش كيما دير حق نتا حدايينا زابيك المهم واحد الحمد لله ميم كل ويك يجي ني شغل ميم اطفال خاص شغل جاب وخصي المراك اللي ما عشوش هاد ماشي قلت لي مالي انا مي صلا فيديو كي ونضوض شو تعيش واش نتعيش يعني شغل ماما نهني غادي ندمي في النوم ولا نسلو كنا نمشي لدانو فهمتني شغل غادي نمشي نمشي تعيش اللي كنا في نيزي صراحه خطره خلا كنا نتعيش انا وكنا فوالنا ولا حاجه غارده و ايه هذا هو كنت تبدا تنجمع عاوتاني ما عندنا عندنا غارده خلاص انا الغارفه سورتو ما يوانك بوالدا لا كلنا نكزي كيما خدم هذا كي دومي ما على شوج دم ديك مي فورا وجش كيما قلنا لكم خياتي بالقبيليه بكري باغ اكزومبل انا كي كنت زعما نخدم هنايا كنت نطلع على الجيل دارنا نورمال نشوفهم كل يوم بصح ملي حبست الخدمه وليت للدار ما عانيش نشوفهم خواتاتي الاخرين الثاني كيف كي شغل رانا عايشين في الغرفه ما تشوفيش مالك حتى تجي العضله اه اوزون كاين سليك لنا الماسنجر يعطيه الصحه ليسونسيال دونك قعدوا مع هذا الفيديو راح نقلوا كامل هذا النعناع ومن بعد ان شاء الله راح نولي لكم ونكملوا الفيديو تاعنا المهم دونك هنا البنات كما راكم تشوفوا رانا نقينا في النعناع دونك راح نغلو في الاشوار هذا بيان سور الكمية اللي استخدمناها هي كمية لاباس بها راح تشوفوا دوكا ومن بعد راح تشوفوا الكمية اللي راح يستخدموها للسميد بيان سور كي نلحيوه راح نلحيوه هكا ما نلحيوش بس انا يا ما تنزل تخيل انا شطح كي بيان سور هنايا كيما قلت لكم كي تلحيوه ما تلحيوش زعما بزاف لحيوه هكا برك شويه وثاني تقدروا تقطعوه بالموس اذا ما عندكمش الاشواء
راح يكون هكا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. راح تقطعوه هكا. بيانسور الى كان هكا اوراق ما راهمش مقطعين لازم تحاول تقطعوهم هكا تحكيهم وتعاود تديرهم في الاشوار وتقطعوهم. راح نهضر معكم المحكوكة تاع النعناع. راح نسحق كيلة تاع الزيت بيانسور، درت نص زيت زيتون ونص زيت صنقو. راح نسحق كيلة تاع الماء، ناخذ الكيلة بوا ما نتيح غير اسرغ الملح، الملح على حسب واش تبغى. شفتوا خياتي درت الملح والماء، دركا راح نزيد الملح. الملح يقنع على شويه الماء كي اثنى حال في كل سفوسنا. هنا خياتي راح نحطو بيدي حتى نحس هكذا على السائل يكون شويه ليكيد، شويه ماشي كيما ثقيل ثقيل فوالا. كي نكون تنازح على شغل نقف وشني افنجر ملي تسخن مع نغير كي نسخن مع الزيت، نفصل الزيت تموت نفصل الزيت نصونك يا أنا شطح الملح من بعد الخدمة العبسية أما الخدمة كي كيما الزيت هاي هاد حال شوفكم مكشموا ما نقد الزيت مكشموا ما نقد الزيت من بعد نجي نكمل الصوالح الأخرين. هاي لك النعناع تاعي شنو مغطيش ثلاث ساعات حدايا تسخن باغا اوانيك. اولا ساعة ممكن يقبوش نلقى طماطش، ماشي طماطش كونفيتو كونفيتو وقني يتسخن من ما تسكن تسوى سوا ثورا ما الا تواجمت خير الله خير الله سمي سوا لا نعيش بالمش بيو مقبوش كيما شو ما الا ما الا شفت حنا ايه هاد خدمت كاين مقبوش تسوقت بيان سور كوكوش كي هاد فوندو كوش افسين يمكن اذا جينيا مثلا تشطح بون ولا ميا لا تخرم خرم نانا شوطه تاعي وتقاس ها راح نلموها خياتي بهذه الطريقه حتى يتجانس الخليط تاعي بيان سور ما راحش ندلكوها فهاد قد بدا راح نحاول نلم العجينه تاعي على هذا الشكل. السياده حدايا تتبقى تتخدم مشروطه اهم انا نريد الزجره في الوحن. سي واش طاح في حدا لقيني باش تتفهم في تخطر تسعى خير النعناع وكلي ما نسيت كي انا ديما كنت ندير تفرج كنت تفكر يا شوف نقرا الله بولا ما تنسوش كنت بجي ما تسقط كوكيا كيف هنا خياتي راح نحاول نقلبها باش نسقم الجهة التحتانية. وي يا سيدي ربي الله يبارك. الله يبارك. ثورة سخدمة كي كيني، السيارة نحس تفوق جارية فيكي. خياتي راح نجي نقسم الكراسات تاعي على حسب كيفاش نقول نمشي بغير على حسب الشكل اللي بغيتو فوالا. بكري هاد المحكوكة خياتي ديروها للنساء
الشفوعة أستر جبار أستر جبار أي ما كما قلت لكم خياتي بكري كانوا بعد جايز يديروا هذه الوصفة تاع النعناع المنسى اللي ما يظنيوش هكذا نقول اللي ما يجيبوش الدراري يديروا القرصة تاع النعناع زعما ما كان تصلي عشان قال لك النعناع يتقعدوا كل وجه داو في البيت دوكا راح نسقيها برك بلا نبدا هنا خياتي راح ناخذ هكذا وحده نبدا نسقم في هذوك الطرف باش كي نطيبها ما راحش يجيوني قاسح فهمتوا راح نعبز عليها ونسقمها كامل راح نديرها بزوج شويه بهذه راح نمشي وندير ونعبز عليها بشويه باش تسقم كامل فوالا كي قلت لها تحدا اذا كينيت تقاد كي يجي بيان لكن لا سكسو كيريني ولم تيريني يقارحون انا كنت تسكينا لا ديفيرونس سالين اساسين تبدا زري تسال ولم تلا ديفيرونس تلقي تسعه غيري تلقيني يا زغا سكويريني فهمتي يدي حدايا كي تقدمي هاد السكينه تسكو كيريني ثورا مي تسكي غا تسوي غا تسوي غا تسوي غا تسوي يا ربي تغزي فاضي نكمل كامل الكميه خياتي من بعد نروحو نشوفو تشوفو معايا كيفاش نطيب هنا خياتي راكو تشوفوا الحراره تاع الكوشه تاعنا راهي كيفاش نقول لكم راهي مجهده شويه باش تطيب لنا بيان المحكوكه تاعنا وما تطيبش كابسه فهمتوا علاش رانا نديروا هكذا نسرحوا لها ولا كيفاش نزيدوا لها في الحراره فوالا تنزل لي حدايا مكتوره سكمات ديك دخلت تجوح حتى كيسلخ سنيوايا ديالي من بعد تولي مثلا كي تنساحي الكوشاق زغاسك تفهم سلمتي دولاح خاطر تزهرك شويه الكوشاق ديالي ولا ما تبلغ الكوشاق ديالي تما ما انا ماهيش ناس اسيد سوبا خاطر بغاو نسلم مثلا الزيون نعرف كي تولي داكيني الساحه مليح الكوشاق ديالي ماشي بغا ما تطلق تبدا تبعد الشهر مي الساحه شويه كي نتسب اكل العاجي خاطر ما يسلق نقسم تاع سيد كوشاني اكون تدي تحبوا الاثنين كنت ناغور من القرن نعرف تدي اكون تدي بقوع بعد ساعة ساعة تيني بوان الجبدة كاع انا تواجه مليح تيني بوان تقجبها تيني بوان انا غرجع تب كل العجين بعد تقجبها داي كنا نديس كي ترى كان كان دونك تحفوا لتني سي الكوشير شغل تبود الحاموني اسن سمير زيت تمورث اكينا وكن تحفوا لتني تسوق مليح زيت ني تمورث اتفغ شحال في الزيت هنايا دروكا خياتي كيما راكو تشوفوا كي نحيو المحكوكه تاعنا من الكوشه ديريكتومو راح ندهنوها بزيت الزيتون وهي سخونه باش تشرب كامل هذاك الزيت الزيتون دونك هنايا كيما راكو تشوفوا هذه المحكوكه تاع اختي ليلى اللي دارتها ليلى تفصو بزاف لينا ديجا ريحه تاعها واش نقول لكم تعبق الدار فصون واش نقول لكم جربوها وردوا لي بالخبر دونك راح نروحوا نشربوا شويه القهوه مع الحليب بيان سور انايا عجبتني يعني ريحتها عجبتني صافي لازم ناكل نشرب شويه حليب فصون واش نقول لكم ريحتها طوب جربوها وردوا لي بالخبر سيم سيدات حدايا تحبوا تاكلي ومن بعد لفيت الخبر اش كنت الدنيا زيد مليح ماشي ديزيتي فوالا دركا راح نحل وحده وتشوفوا كيفاش خرجت ها شوفوه بزاف فؤاد راح تفضله 100 راح طفله 100 بركت فوالا دركا هنايا كيما راكم تشوفوا هذه هي المحكوكه تاعنا كيفاش خرجت للداخل فاصون بزاف بنينه ايما واش نقول لكم المهم دركا هنايا خياتي كيما راكم تشوفوا يعني دخلنا للكوزينه اختي ليلى راهي توجد في العشاء وانا يعني نسقم شويه في الكوزينه الحاجه الاولى حكمت هذا البلاطو تاع البيض بيان سور راح نسقمهم راح نسقم كامل هذاك البلاطو داخل هذاك الكسكاس تاع الفخار هكا ما راح نحطه في الكوزينه راح يخرج بزاف شباب راكم تشوفوا يعني الشكل تاعو كيفاش خرج نو
Speak with English, baby. Listen to her. Hello. Listen, hello, everyone. Hello. 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 Hi, my name is Rauf. What is your name? اسمو. Nice to meet you. الاعداد دوك لي مازال. السر قدمن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good, very good. لي كولور اسمي سينا تفضل اسمي سينا تفضل هاتينا تيك اسمي سينا سلونجلي بطايت جمال بلا اورا لا ما كلو لاين يعدي يحتي تيفونيك امي شافو افو اد امشا رأوف شامب شارب النور شارب النور اكو السنور اتيها اجاقل رولر رولر أكاريون أكاريون اسمي فانسل فانسل إلا قوم أرجو أتولي البانسل أنت عليك أتولي البانسل أسمس أسمس أتولي البانسل كولور بانسل كولور بانسل أنت هذا كيني قد عادة نتبريباري يا روس ليلى ذي قاعد تخدم في سقارة أزمول ما هي اسمينة أسقشرة لفريت إيقوار ذي قاعد نتقيم من ذي قيني ذي قاعد نخدم اللاصوص أقدر نخدم الداروزة قيني نرى روزة ذي شو بدأ بداية نقضي البوع مادنا مش راضي داون لكي صون دايو عتن البينيت الحواج ديركت مو عتن 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 مثلا صون دايو طوارا عتن يت اختو هذيك كنسم بعد ليسونسيال دونك هنايا البنات كما قلت لكم يعني جات اختي ومازال راح تجي اختي واحده اخرى ثاني كان نوجدوا في الحشه واختي اللي راهي جايه دركا راهي بدات تجي تغسل في الموان كاين ليكيب راهي جايه نهار السبت كاين ليكيب كاين ليكيب وهنا يا دوكا انا نوجدوا في الروز كما قلت لكم العشاء تاعنا تاع اليوم بياسر اللي بغات الوصفه تاع الارز درناها ان شاء الله الا ما نسيت راح نبانكليها في الكومونتير ابانكلي باذن الله فوالا دونك هنايا راني وليت بيان سو راكو شفتوا يعني بلي الفطور تاعنا راني نوجدوا فيه هنايا راني وليت باش ندير ثاني كمان في لاصالاد هكا يعني راح يكون عشاء خفيف بزاف شغل ما راحش يكون فيه زعما هكا بزاف صوالح راح يكون الارز هذاك مع لاصالاد هذا مكان بيان سو الحاجه الاولى اللي راح نديرها راح نقي كامل هاد لاصالاد وثاني كمان نغسلها بيان ومن بعد راح نبدا نديكوريها تفاصون نديكوريها تفاصون ميم الديكور راح نديرو خفيف كي قلت انا تاع حبيبي قلت ولا وغادي لا صاله ديكين راه تخدم غير كشويه لا صاله ديك سوالي مثل تصير دوك بيان لا صاله سامبل كان اتخدم الديكور سامبل شطوح طوماطيش شطوح تملاجين اك شويه انزور ديان ذايقي كان ماشي زعما حاجه كومبليكينو كلي يعني نتولى مثلا نخدم كاين حاجة الشوج نخدم كاين البلان روز اكو لا صالاد كي ذايقي كنا نخدم خاطر ديجا نكون صالا زيت منسي كنا نفشو لا فيريتي يعني انا نبريفيري نخدم روز خاطر يسهل تي بوين يعني شغل طريقة كنا ديسلكو كلي
ليسونسييل توا كنت جا تحلي شي طحك ولا فيديو من بعد دوغلا روح انت ان شاء الله ليسونسييل يوتيوب مثال كان جبتي جام اكو كومونتير اي دو تو كوراجين كيما قلت لكم خياتي ليسونسييل ما تنساونيش ديروا لي جام وتانيك الكومونتير اللي راح يشجعني. دروك راح نخليكم شويه مع الفيديو راح تشوفوا كيفاش نديكوري في لاصالات تاعنا. تفاصو قلت لكم راح نديرها خفيفه بزاف يعني ما كاينش زعما هكا حاجه كومبليكي في الداخل يعني لاصالات اللي نديروها كامل شويه زوديا شويه طوماطيش والبيض وشويه تانيك زيتون الاسود. هذا مكان راح ندير لها تاني كمام البصل فوالا هذا مكان. ديتي سيش تسوى ميمي هلا حتى تورا من سيبوا ساكيني فوالا دروك اخياتي هذا هو العشاء تاعنا تاع اليوم. درنا الارز الارز كيما راه يبان لكم بصح هذه الخطره ماشي بالخضار. درنا تاني كليفيت وشويه لا سلطه وتاني درت لنا يما الفلفل مشوي الفلفل شويته في الكوشه ايما لاخياتي واش نقول لكم الى هنا لحقنا لا فان تاع لا فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش ديروا لي جيم وتاني الكومونتير اللي راح يشجعني اي تحدي جاكم الى هنا هذه لا مادي تلوي تاع لا فيديو نلنا ان شاء الله وتسيوم ثاني كان جمتي جيم اكو كومونتير اي دو سون كوراجيني اكيكي وكن تكمل لي فيديوهات ذا غونت اي وكن اتري لا شينكي ان شاء الله سيرفغي ربي اكو سيرفغ نون عندكم وي اي تحدي جاكم الى هنا. باي باي مع السلامه.